خبر معانا النهارده اكيد يعني الشغل الشاغل للجنه الحكام في الايام الاخيره دي كلها هي مباراه القمه ما بين الزمالك والاهلي في الاسبوع الثالث من مسابقه الدوري العام. طبعا الحاجه اللي كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام اشار اليها اكتر من مره ان حكم القمه سيكون مصري، وده من خلال تصريحه اللي قاله في حوار يعني في الحوار في الاول خالص. تواجد بعض الحكام الدوليين طبعا اللي ادوا بشكل كويس في الجوله الاولى والجوله الثانيه، فبالتالي هو بيقول لك يعني امكانيه طبعا الحكم المصري ان هو يلعب المباراه ده ممكن جدا، لكن في تقارير قالت ان اللجنه في الوقت الحالي بتفاضل ما بين يعني اسمين، الاول يعني الاول محمد عادل ولا ابراهيم نور الدين. طبعا هيتم ترشيح برضو اسماء اخرى يا سمير للمباراه دي، لكن في المقابل طبعا فتح الباب لاحتماليه وجود تحكيم اجنبي، لان في اللحظه اللي يعني اللي لم يطلب اي نادي حكم اجنبيا لاداره المباراه القمه، يعني مش عايزين يعني ما قالوش عايزين حكام اجانب او اي حاجه، محدش طلب حكام اجانب خالص من الناديين. لكن برضو تواردت اخبار وطور يعني جه كلام برضو ان في احتماليه الحكم الاجنبي موجود. تقول ايه؟ بص يا كابتن احمد، عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام هو اكد وهو صاحب القرار يستقطب حكام اجانب ولا لا، وهو اكد كذا مره في كذا حديث ان ماتش القمه هم حكام مصريين، وطالما ان هو اكد كده وهو صاحب القرار يبقى لازم يتمسك بالقرار اللي خده، عشان لو ما كانش واثق من قراره ما كانش قاله. دي بدايه كان لازم يبقى هو يتمسك بالقرار. بس الغريب بقى برضو في خبر بيبقى عكس الخبر الاولاني، يعني مره هو قال الخبر كده وبعد كده قال ايه تاني. عندنا الخبر بتاع نادي الزمالك بيقول ايه بقى، ان صاحب الارض اللي هو نادي الزمالك في مباراه القمه والتي اكد عليها الاستاذ حسين السمري المدير التنفيذي ان النادي حسم موقفه النهائي من طلب حكام اجانب لمباراه القمه، واكد انه لم يطلب حكام اجانب والمجلس لم يناقش الامر اصلا، وبالتالي لا مانع حتى الان عند نادي الزمالك ان تقام مباراه القمه بصافره مصريه. والغريب بقى ان العميد ثروت سلم، انت عارف ان احنا عندنا اتحاد كوره ولجنه الانديه، العميد ثروت سويلم من رابطه الانديه اكد ان الصافره في مباراه القمه غالبا ستكون اقرب انها ستكون صافره اجنبيه وليست مصريه. عندنا خبرين متناقضين، واحد في الاتحاد المصري بيمثله عصام عبد الفتاح قال لك حكم مصري، انما العميد ثروت سويلم قال لك لا غالبا هيبقى حكم اجنبي. انا اعتقد حاجات زي كده يا كابتن من الاول المفروض يتم حسمها، ولا ايه راي حضرتك؟ هو دلوقتي خلينا نقول ان الرابطه، عشان بس يبقى الكلام واضح، الرابطه كانت قالت انا مسؤوليتي الجدول والامر ده كله، وقالت تركت الحكام يعني تركت امر التحكيم ده جانبا لاتحاد الكوره. فانا بعد ده رايي انا، ده الكلام اللي احنا عرفناه. اذا كان هذا الكلام هو يعني او السيستم ده او النقاط دي او الاعتبارات دي رابطه الانديه بتشتغل بيها، بعتقد ان امر الحكام الاجانب من عدمه متروك لمجلس اداره اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه ولجنه الحكام. وخلينا نرجع السنه اللي فاتت يا كابتن سمير، هو السنه اللي فاتت مين اللي اصر ان يكون الحكام مصريين؟ احمد مجاهد، يعني الاتحاد الكره. وبرضه انا عايز اقول ان برضه عصام عبد الفتاح ما اعتقدش ان هو هيقول ان انا هجيب حكام مصريين يديروا لقاء القمه الا اذا كان واخد هذا الضوء الاخضر من اتحاد الكرة. طب انا عاوز اقول حاجه، احتراما لعقليه المشاهد والمتابع الرياضي المصري، ان احنا فاضل لنا 7 ايام يا كابتن احمد، والظروف العالميه غير زمان. يعني احنا دلوقتي عشان كوفيد 19 الموجود وضرب العالم كله، ليه شروط معينه عشان تقدر اول حاجه تطلب الراجل اللي بره، لازم الاتحاد بتاعه يوافق، وبعد كده الدخول البلدان دلوقتي ما بقاش سهله من اول، تروح قطع له تذكره لازم يبقى في بي سي ار او مثلا يبقى معاه هو متطعم، ولا في اجراءات. فاضل 7 ايام، انا مش مقتنع
مش مقتنع. انا متاكد ان القرار متاخد وبيتهني انا متاكد القرار متاخد، بس طبعا مازال في الادراج لانه خبر صعب جدا ان المشاهد المصري او الرياضي يعرفه. لازم نخبيه، نخبيه ليه بصراحه مش عارف. لا هو ماتش وخلص. انا متاكد دلوقتي هم محددين. جميل اللي انت بتقول. انما بقى البينج بونج اللي احنا شغالين فيه، واحد يقول مصري واحد يقول اجنبي، مخلي واحد يطلع. رابطه الانديه ان شاء الله النهارده تطلع، وهي صعبه قرار على فكره، لان الدوري ملك رابطه الانديه مش ملك الاتحاد. يقول يا جماعه الحكم اجنبي الحكم مصري، خلاص بلاش الحاجات الرايحه الجايه بتضيع وقت ملهاش لازمه. طب ما هو يعني، طب ما احنا دلوقتي ما احنا محتارين بين اتنين. ما الرابطه نفسها طلعت التصريح اللي انا قلته، ان انا التحكيم ماليش دعوه بيه، انا ليا جدول مباريات ومواعيد ومحدده وملاعب الحاجات دي كلها. بس بتطلب فرق يعني، ولو الفرق تطلب انا ومحددين قبليها ب 15 يوم، يعني المفروض يطلبوا قبليها ب 15 يوم. النهارده خلاص ما فاضلش اسبوع على المباراه، يعني ما عليه مش عايز. طب مين اللي هيحكم الماتش ده لو مصر؟ هتحط مين؟ هو اللي بالك ان في ابراهيم وعادل، بيقول ابراهيم وعادل، حضرتك تحط مين؟ يعني ما بتخدش ان هم الاثنين، بس انا اعتقد ان في واحد ثالث ممكن يخش. طب انت رئيس لجنه الحكام هتحط مين؟ لا ما احطش انا، انا لحد دلوقتي ما احطش النهارده. انت هتقول احط الجاهز، احنا ما شفناش غير اثنين من الدوليين اللي بيلعبوا ولا ثلاثه، فانت يعني. طب يعني انت برضه بعيد لك السؤال، انت تحط مين؟ انت رئيس لجنه الحكام، عندك الماتش بكره، تحط مين؟ طب ما نخش على الخبر اللي بعده واقول لك.